Roll في صفوف متراصة يلقي مجندون بلباس رملي اللون التحية العسكرية قبل أن يبدأ تدريبات تستمر تسعة أشهر ستخولهم ضمن وحدات الحماية الذاتية الدفاع عن النظام الفيدرالي الكردي تتحضر وحدات الحماية الذاتية لتكون بمثابة جيش مهمته الأساسية الدفاع عن النظام الفيدرالي الذي أعلنه الأكراد في آذار مارس الماضي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا وفق ما يقول القائد العام لقوات الحماية الذاتية ريناس روزا لوكالة فرانس بريس من مكتبه في مبنى هيئة أركان قوات الحماية الذاتية في مدينة عمودة في محافظة الحسكة. وتضم هذه القوات الجديدة ألاف الشبان من أكراد وعرب وسريان وشركس وتتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وثلاثين عاما. قواتنا تخضع لثلاث مراحل اساسيه من التدريبات كبقيه الجيوش في العالم نتلقى دروسا نظريه ونخضع لتدريبات جسديه ونفسيه. نجهز المقاتلين الذين كانوا خاضعين سابقا للقوانين المدنيه لاداء واجبهم العسكري وفقا لهذه المراحل الثلاث. فكري هي نفسي هي وجسدي هي تتواجد قوات الحماية الذاتية في مقاطعتي الجزيرة وعفرين على أن تقام قريبا معسكرات أخرى في كوباني أيضا وبدأت هذه القوات فعليا الانضمام إلى القتال وإن كان ليس على الجبهات الأمامية إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية كما بدأت بالانتشار في مناطق تمت استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية مثل مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي. عباره عن شويه حواجز ومقنطرات في عندك حلقات وجور تبع المي والشغلات هي يعني حواجز طبيعيه واجباري كل واحد يحاول انه يتعود على الجو هذا لانه عندك في الجبهات كثير مناطق تتحسس من الشغل يعني اذا ما تكون متعود على الشد العصبي والجسدي ما تتحمل. انفيدي <applause> قواتي كوماندوسن، انفيدي تمريننا نظرا الى كوننا في القوات الخاصه نتلقى تدريبا مكثفا لنتمتع ببنيه جسديه قويه ونواصل المقاومه في ظروف صعبه وقاسيه ويشكل الأكراد أكثر من 10% من سكان سوريا، وقد عانوا من التهميش على مدى عقود قبل اندلاع النزاع في العام 2011، إذ أن فئة كبيرة منهم محرومة من الجنسية السورية، كما كان يمنع عليهم تعلم لغتهم أو الكتابة بها أو حتى إحياء تقاليدهم مثل احتفالات عيد النروز.